السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 17 أبريل 2021. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو فراخ الأبيض 29 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 21 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 36 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 37 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 4 جنيه ل6 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 2 جنيه ل4 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه ل3 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 32 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 34 جنيه، كرتونة البيض البلدي 36 جنيه. بالنسبة لأسعار البط، سعر كيلو بط البلدي 50 جنيه، سعر كيلو بط المسكوفي 35 جنيه، سعر كيلو بط الفرنساوي 18 جنيه، سعر كيلو بط المولار 32 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.